المداخلة الهاتفية المهمة دي مع أستاذ محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني، الراجل اللي بيعمل شغل عظيم جدا. اللي احنا بقينا نعرف نشتغل مع منتخب مصر إعلاميا، كنا دايما بننادي بفكرة ان عندنا منسق إعلامي فاهم شغله كويس عشان يعرف يتواصل مع الجهات الإعلامية المختلفة بكافة المعلومات، وراجل بيأديها بامتياز بصراحة. أستاذ محمد مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجدك معايا حبيبي يا استاذ كريم، ودايما يعني بشكرك على الكلام المميز اللي انت بتقوله. انت من الناس المحترمه والله في المجال، والواحد سعيد بالتعامل معاك. اقل من كلامك كله صح، بس هختلف معاك في حته صغيره خالص. اتفضل اتفضل. انت بتتكلم في حته تقول ان حسام وابراهيم يعملوا ايه عشان الناس تقف معاهم وتساندهم. لا، الحقيقه في ناس كتير جدا واقفين معاهم ومتقولهم طبعا، قله قليله بس اللي بتهاجم وبتنتقد. في بينتقد للصالح العام، وفي بينتقد لاغراض معينه. صحيح. لكن احنا هنا في مصر بنبص على اللي بيهاجم وعلى اللي بينتقد. الناس ما بتبص مثلا على كريم رمزي محترم وبيتكلم كلام عقلاني مثلا ومحترم. فانا يعني بعد كده اتمنى ان الناس توصف بشكل صحيح، توصف بشكل صحيح انها قله قليله، مش دي الغالبيه العظمى. وده قبل ما تخش الموضوع على طول قلت كده بالظبط، قلت انها قله قليله. يعني مثلا هقول لك حاجه، امبارح بين شوطي المباراه واحنا ما اديناش شوط اول عظيم، وقلت من شويه انه مش لازم نلعب كل الدقائق اللي هنلعبها في كل المباريات بشكل عظيم. فرنسا نفسها ما بتعملش كده. فبين الشوطين بداوا الناس او بعض الناس او قله من الناس يقول لك ايه، هو يا ترى بقى المدرب اللي جاي اجنبي ولا مدرب مصري برضه؟ بسرعه جدا وحاجه غريبه جدا، وبعد كده قدمنا بشكل رائع شويتين. اتفضل. انا اسف للمقاطعه. يعني بص، يعني الحقيقه بشكرك على كلامك يا كريم والله بجد، والناس محترمه كتير يعني بيتكلموا بعقلانيه. انت ما بتلعبش نفسك، انت بتلعب أيوة. منتخب برضك عنده طموحات وعنده جاي عشان برضو في حاجه نتيجه ايجابيه وعنده امكانيات ومنتخب محترم وعنده امكانيات ومركزين جدا جدا. يعني التدريب اللي قبل التدريب الاخير الناس في الملعب موجودين، قال لك اللعيبه جايه مركزه جدا. المدير الفني حتى عمل 6 تغييرات في حد، فزميلنا محمود سليم محلل اداء بيسال محلل اداء عندهم انتوا عاملين 6 تغييرات ليه؟ فقال له باللفظ كده احنا بنلعب مصر. يعني احنا بنلاعب مصر. فالناس بتبقى جايه طبعا، انت لو زي ما انت بتلعب منتخب كبير فانت عايز تكسب عشان الناس في العالم يتكلموا عنك يقول لك مصر كسبت. او هو نفس الامر برضو في موريتانيا، بالنسبه لهم مصر طبعا تاريخ كبير. هو جاي يأدي بضعف امكانياته كمان وضعف مجهوده، يعني جاي جاي يلعب منتخب مصر. وزي ما الكابتن حسام في المؤتمر اعتقد يعني ما حدش دلوقتي بيتكلم ان منتخب موريتانيا ضعيف او منتخب عشوائي او منتخب فقير. لا، زي ما انت قلت يا كريم، طبعا الكره في افريقيا بقت صعبه وبتتطور، ما عادش في منتخب زي زمان سهل. صح. كل المنتخبات دلوقتي معظمها 90% منها لعيبه محترفين. موريتانيا من المنتخبات القادمه، عندها يعني في بلادها مهتمين جدا بتطور الكره الفتره الاخيره، جايين بطياره خاصه، كانوا معسكرين في تونس. منتخب كسب الجزائر وطلع الجزائر من بطوله امم افريقيا، كسب تونس قبل بطوله امم افريقيا، فده ياكد لك ان هو منتخب كبير. لكن الحمد لله ان شاء الله، يعني بشكرك على كلامك تاني. النتائج الحمد لله مع حسام حسن وابراهيم حسن ماشيه بشكل كويس جدا. هاي هاي 3 ماتشات زي ما انت قلت برضو من 2001. ان شاء الله نفوز المباراه الرابعه باذن الله، رغم ان يعني رغم صعوبه المباراه، لكن ان شاء الله اللعيبه رجاله وجاهزين. ان شاء الله احنا محتاجين نقطه عشان نتاهل رسميا. احنا ما بنبصش لدي، لا بنبص ان شاء الله لابعد من كده، ان احنا نفوز وناخد العلامه الكامله ونصعد قبل ماتشين من نهايه التصفيات باذن الله. طيب النهارده خبر خروج محمد صلاح من معسكر منتخب مصر والعوده الى فريق ليفربول قبل مواجهه موريتانيا الثانيه. بطبيعه الحال معه كثير من الجدل والحكايات، لدرجه انه الناس جابت تصريحات قديمه للكابتن حسام حسن اعلاميه وهو بيقول انه ده مش هينفع، وانت اكيد تابعت الكلام ده كله. والنهارده الكابتن حسام اتخذ القرار بالموافقه على خروج محمد صلاح من المعسكر. ايه كواليس الحكايه دي يا فندم؟ اولا هو خروج محمد صلاح في البطوله اللي فاتت كان خروج من بطوله امم افريقيا. دلوقتي انت خروج محمد صلاح من مباريات التصفيات، خروج محمد صلاح من مباريات التصفيات وانت عندك 9 نقاط، فوق اقرب منافس ليك عنده 3 نقاط. الحمد لله عندك 5 أو 6 لعيبه يقدروا يلعبوا مكان الماتش اللي جاي مكان صلاح. عندك زيزو، عندك مصطفى فتحي، عندك
تريزيجيه ومرموش بيلعبوا المكان ده، فعندك الحمد لله اكتر من بديل. اعتقد لو انت ما عندكش بديل طبعا صلاح من نفسه ما كانش هيمشي، او الكباتن ما كانوش هيخلوه يمشي. فرصه ان انت تريح لعيب زي صلاح عنده ضغط ماتشات الفتره اللي جايه كتير جدا، سواء مع المنتخب قبل كده والنادي، فانت لما تحافظ على لعيب بحجم وامكانيه صلاح، انت راح تلعب على ملعب نجيل صناعي او ارضيه نجيل صناعي ده من الارضيات السيئه جدا لمعظم اللعيبه وتحديدا لعيب زي صلاح. وكابتن حسام امبارح اتكلم في النقطه دي في المؤتمر، قال لك انا ما عنديش مشكله لو اي لعيب طلب ان هو يريح، ما عنديش مشكله خالص، اهم حاجه عندي في المقام الاول والاخير سلامه اللاعب. وده حصل يا كريم مع اكثر من لاعب. لو انت تفتكر حسين الشحات في اول معسكر اتصاب، الكابتن حسام يعني كان ممكن يفضل ويكمل، لكن طبعا قال لك سلامه اللاعب الاول، ان هو مش عايز اللاعب يشارك وهو مصاب او ما بقاش جاهز 100%. نفس الامر مع امام عاشور، في اول حاجه بينادي بيها لا اللعيب مصاب خلاص يغادر ويريح، مش عايز اجازف باللعيب والاصابه تتفاقم وضيع اللعيب او اسبب للنادي بتاعه مشكله. نفس الامر مع منعم لما طلب المعسكر اللي فات ان هو ما يجيش المعسكر ويكمل مع نادي نيس، كان لسه اللعيب منضم حديثا. زي ما اتكلمنا انا وانت في التليفون اكتر مره، ووضحت لك وجهه النظر ان هو كان قدامه حلين، كابتن حسام وكابتن ابراهيم، ان هو كمحمد عبد المنعم ان هو يجي ويبقى موجود في المعسكر، وده من حقك واللوائح بتديك الحق ان اللعيب يبقى موجود او يتعرض للايقاف. فانت كنت ممكن تجيبه، اللعيب كان هيجي لك طبعا متضايق ومش في كامل وعيه ذهنيا وبدنيا. طبعًا. الحل الثاني ان انت تحافظ عليه خلاص وتكسبه للماتشات اللي جايه. انت عندك الحمد لله اكثر من لعيب برضو يسد مكان محمد عبد المنعم، رغم الحاجه ليه طبعا محمد عبد المنعم لعيبه الكبار. فالكباتن وقتها قالوا له نعم خلاص خليك في ناديك وركز، وان شاء الله احنا في ظهرك وبنتمنى لك التوفيق. منعم بعت لهم بشكركم يا كباتن، وان شاء الله هتلاقوا يعني في معنى اسد معاكم في المعسكرات الفتره اللي جايه. فانت كسبت لعيب بدا يعني ممكن تخسروا المعسكر اللي فات، وممكن تخسروا المعسكر ده ويبقى جاي غصب عنهم، مش جاي مبسوط. فده فالحقيقه الكباتن الحاجات المميزه جدا يا استاذ كريم ان هم بيدوروا في الاول وفي الاخر على مصلحه اللاعب، ان هو يبقى جاي مرتاح نفسيا وذهنيا وبدنيا في المعسكر. لما يبقى اللعيب مرتاح ذهنيا هيديك ثلاث او اربع اضعاف يعني المجهود اللي عنده، وده بنشوف الحقيقه حصل في الماتشات اللي فاتت الحمد لله. يعني انت بتكسب نتيجه واداء، يعني كسبت كاب فيرد 4 وكسبت بوتسوانا 3، وقبل كده بوركينا فاسو تصفيات كاس العالم الحمد لله، وامبارح منتخب موريتانيا اللي هو يعني يعتبر منافس الحقيقي ليك في المجموعه كسبته 2-0. فشايف ان يعني وجهه نظر كابتن حسام، شايف ان يعني الحفاظ على اللاعب، لو كنت عملت العكس او كنت مثلا تمسكت ان صلاح موجود وقلت ان صلاح موجود، هتلاقي الناس اللي بتطلع تنتقد هتقول لك يا عم ده صلاح احسن لعيب في العالم ما تحافظ عليه، ما انت هو انت محتاجه في ماتش زي ده، ما تريحه في ماتش زي ده. عندك صح عندك حق عندك حق عندك خمس ست لعيبه مكانه ممكن يلعبوا، هو ليه تفاهمني. فانت يعني بجميع الاحوال انت بتعمل الصح، وكجهاز فني بتعمل الصح. عارف يا مراد، انا لسه بعد لحظات بعد ما هقفل معاك هعرض حاجه، انه امبابي حصل معاه كده وطلب من المنتخب الفرنسي راحته في بعض المباريات والمشاركه في المباريات الكبيره. كريستيانو رونالدو نفسه في 2019 مع المنتخب البرتغالي، فان دايك نفسه مع المنتخب الهولندي، يعني كل الاسماء الكبيره اللي في العالم ده بيتم التعامل معهم بالشكل ده بشكل طبيعي جدا ودون اي ازمات ودون اي مشاكل. بالظبط يا استاذ كريم، والله الموضوع سهل والعلاقه يعني كويسه جدا ورائعه جدا. وشايف ان انت لما تريح لعيب في وقت زي صلاح في وقت زي ده، طبيعي في وقت الازمات بتلاقيه اول واحد موجود وبتلاقيه بيلم اللعيبه، ولاعيب مؤثر. وزي ما والكابتن ابراهيم حسن بيتكلموا عنه ان هو عضو في الجهاز الفني، مش كلاعب او قائد بس، لا صلاح دوره مهم جدا. ولما يعني لما يفتح ماتش زي ده، مع احترامي يعني ماتش مش مؤثر او ماتش اللي انت لو كسبت او خسرت هتقعد، لا الصراحه لو عارف ان الماتش فيه مشكله او انت في موقف صعب كان هيبقى اول واحد موجود، كان اول واحد الكابتن حسام ابراهيم يتمسكوا بيه. لكن انت الدنيا عندك الحمد لله متاحه، عندك 9 نقاط، الموضوع سهل. طيب انا مراد عايز اسالك طبعا انا عايز اسالك على امبارح برضو في خروج زيزو من الملعب، بعض الناس كتبوا انه زيزو كان طالع متضايق، كان طالع زعلان، هل زيزو كان عنده اي مشكله وهو خارج من ملعب المباراه، ولا الامور كانت طبيعيه وعاديه؟
لا خالص والله، زيزو طبعا يعني لعيب من اللعيبه الكبار ولعيبه من اللعيبه المؤثرين واللي بيعتمد عليهم كابتن حسام في منذ تولي المهمه، فما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه حصل خالص والله. وزيزو طالع عادي بعد الماتش وسلموا على بعض وما فيش اي مشكله خالص يعني، واللعيب يعني طالع في الدقيقه 78 على ما اتذكر، فما فيش اي ازمه خالص يعني، قبل يعني طالع يعني ما فيش اي حاجه حصلت. هو زيزو طالع طبيعي يعني، ده طبيعه زيزو، مش ما بيطلعش يهزر او يضحك وبتاع، لا حتى طلع وسلم على الدكه، لا وسلم على الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، ما فيش اي ازمه حصلت خالص. عظيم. دونجا خروجه من المعسكر النهارده، كان تم استبعاده من المباراه الاولى بسبب الاصابه، كمان تم استبعاده من المباراه الثانيه، هل الاصابه هتطول اكتر من كده؟ هل في مشكله اكبر من اللي هي كانت متوقعه؟ برضو كل الكلام اللي انا قلته لك يا كريم في الاول خالص، ان هو اهم حاجه مصلحه اللاعب والحفاظ على اللاعب من الاصابات. دونجا الحقيقه من يعني من اللعيبه الرجاله جدا، لغايه اخر ثانيه كان متمسك ان هو يبقى موجود في المعسكر المنتخب، لكن طبعا الجهاز الفني والجهاز الطبي يعني فضلوا، هو عنده الام في العضله الخلفيه، عملوا له النهارده اختبار كده في الملعب، لقوا برضو لسه ما فيش تحسن 100%، فعلى الفور طبعا كابتن حسام والكابتن ابراهيم اتكلموا معاه والدكتور ابو العيله كان موجود. والحقيقه يعني دونجا يعني الحقيقه بشكره على الروح اللي موجوده عليها الحقيقه، يعني متمسك بان هو عنده امل ان هو يبقى موجود في منتخب مصر ويلعب 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 الماتش اللي جاي. لكن طبعا الاصابه كانت يعني قويه، لكن هو اعتقد الاصابه مش هتطول يعني، ممكن يومين ولا حاجه يريح وبعد كده ينزل عادي ويبقى جاهز لماتشات الزمالك في السوبر الماتش اللي هيبقى في الامارات كمان يوم 20 و24. هايل. حجازي خروجه من قائمه المنتخب في هذا المعسكر، هو خروج دائم ولا خروج مؤقت وممكن يبقى موجود في قائمه للمنتخب في المستقبل القريب؟ لا خالص يعني، دي تصريحات الكابتن حسام حتى في المؤتمرات الفنيه، قال لك انا المؤتمرات الصحفيه قال لك انا باب المنتخب مفتوح لاي لاعب، مفيش لاعب اسمه مستبعد استبعاد نهائي. كل معسكر طبعا يا استاذ كريم طبعا استاذنا في المجال، فانت عارف ان انت كل معسكر كل ماتش ممكن تختار 10 مهاجمين والماتش الثاني تختار 8 مهاجمين، المباراه حسب المباراه وتجيب التشكيله اللي هتتناسب مع هذه المباراه. تمام. فهو انت كل فتره وليها متطلباتها طبعا. حجازي من اللعيبه الكبار ومن اللعيبه المحترمين جدا والله، والعلاقه بينه وبين الكباتن الحقيقه يعني، عشان الناس كانت تفهمت الموضوع غلط، لا هو كان سوء فهم يعني بين حجازي وبين كابتن طارق سليمان في ان هو في ساعه المباراه اللي فاتت، مش اي حاجه بينه وبين كابتن حسام والكابتن ابراهيم. والحقيقه يعني بيتكلموا عنه كويس، والدليل ان بعد الماتش كابتن حسام اتكلم عن حجازي كويس جدا ان هو من اللعيبه الكبار، لكن باب المنتخب زي ما كابتن حسام قال مفتوح لاي حد وفي اي وقت، مفيش حد مستبعد استبعاد نهائي زي ما بعض او زي ما قله بتتكلم على الموضوع ده. استاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني، كالعاده بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات المهمه.